الحمد لله أكثرنا يقرأ القرآن، لكن للأسف الذي يفوتنا بسبب طريقة قراءتنا أكثر من الذي نحصله. كيف؟ أكثرنا يقرأ القرآن من أجل أن يحصل الحسنات، وهذا مقصد صحيح، لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن القرآن لم ينزل فقط لأجل التعبد بتلاوته، بل أنزل لغايات أجل وأعظم. بل ذم الله عز وجل قوما لم ينتفعوا بالقرآن واقتصروا فقط على تلاوته. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة، وهذا يدعونا إلى سؤال عظيم، وهو لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نقرأ القرآن؟ أولا نقرأه لزيادة الإيمان. قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي تدبر القرآن من العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ثانيا نقرأه لنستهدي به. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثالثا نقرأه لنتعلم. قال الله تعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. رابعا نقرأه للعمل به والتخلق به. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. خامسا نقرأه للاستشفاء به من أمراضنا الحسية أو المعنوية. عندك الشهوة أو شبهة، عالجها بالقرآن والتمس شفاءها من القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سادسا نقرأه لتصيبنا الرحمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سابعا نقرأه لتحصل لنا البركة في حياتنا وفي أمورنا كلها: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ثامنا نقرأه لتحصل لنا الذكرى: إذا أحسست بالغفلة تقتحم أسوار قلبك فذكره بالقرآن وليتذكر أولو الألباب. تاسعا نقرأه لننال الخيرية بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عاشرا نقرأه لتطمئن قلوبنا وتسعد نفوسنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحادي عشر نقرأه ليخرجنا من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الثاني عشر نقرأه ليكون شفيعا لنا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.